أريكم لا رياليتي دي شوز. عندي ساعة وانا قاعدة بالتليفون نسكرولي ونشوف التليفون كومونديت سيرفيس مي روبتور دو ستوك. عجبني هدر تاع ليليا شوفوا واش راه شباب. بغيت جي سي با علاش هذا رمضان مانيش موتيفي. سي با كي مانيش موتيفي باسكو في راسي اني موتيفي الكور تاعي مش موتيفي الكور. عندي بلوس دو اون اور ملي نتشوفو وجهي اني ما ندوي فتحت عينيا الوغ كو با دو تو سا في ان مومون كو شوي دوبو جي با كومبري علاش راني هكا. يعني رمضان هذا ما تبعتلوش المود تاعو مانيش لاحق انا مانيش قادره. موفيز مانيير دو كومونسي ان فلوغ. بونجور تو الموند جيسبيغ كراكم ملاح. مرحبا بكم في فيديو جديده وفي فلوغ جديد. بروغرام تاع اليوم بروغرام تاع الدار بوغ لو مومون فيك ما عنديش بزاف طياب نديرو. حندير تحليه برك مالحه علاش باسكو عندي شوربه وعندي دوزيام بلا البارح ما كملناش وفيك جا مالح اليوم نعاود نمرقو ونعاودو ناكلو منو دونك شوربه كاين دوزيام بلا كاين. حنا وني با اكسيسيف في الماكله ما نديروش بروميير بلا دوزيام بلا ثروزيام بلا بروميير سالاد دوزيام سالاد شوربه. حنا عندنا شوربه بوراك ودوزيام بلا باغ نديرو بوراك باغ نديرو دي سالي. بون بقاو دي سالي تاع البارح ما عجبونيش. راني رايحه ندير واحد التحليه شفتها ماشي تحليه كيفاش يقولوا واحد لي بيتي بان شفتهم في الانستغرام اونجستريتهم بزاف بزاف عجبوني. صحاب تيك توك معكم شيف صلاح البثيري وان شاء الله راح نشارك معكم مملحات راح ينسيوكم في الوصفات اللي جربتهم من قبل. طريقه سهله وبسيطه بالنسبه للعجينه القطنيه والحشوه بزاف لذيذة جربوه. العجينه القطنيه والحشوه بزاف بنينه دونك جو في فيغ سا اجوردي. اولا وقبل كل شيء قبل ما ندخل الكوزينه نخمل شويه الدار باسكو مانيش لاقي روحي بلوس نخملها بلوس نلقاها تخربت. جو في فيغ اون او دو ماشين نحط لا ماشين الاولى نخمل شويه الدار من بعد كي نكمل نعلق الحوايج نحط ماشينه دوزيام وهي رايحه ومن بعد ندخل الكوزينه ندير المملحات. اوه وقف جاتني الدوخه الكيب وقيله ماشي تمسخر وقيله ماشي نفسيتي وقيله الكورتيا ومريض صح وقفت جاتني الدوخه. ما تقوليش الصيام انا الصيام ما يديرليش هكا انا بغيت نكون مشغوله نوض ما ناكل والو شغل ناكل العفسه. اه مازالو برا هذا يعجبني الكلب كي نخرجو برا ما يدمونديليش قاع يدخل عندوش قاع مشكل كي يشوفني تعاي ايه هاكي طولتي خليتيني برا تدخل. مرحب مرحب يا تازوز. الكوزينه راهي توب 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 شوفو نقيتها زقمتها راهي توب. ما كاين هاكاش لافيسيل مغسوله بون كاين هاد الزوج ميليسا بابا كيسحرو البارح لافيسيل شويه فارغ بون فيها فايس مي ماجوريتيرمون فارغ كلش مسقم لقيت الغاز الله الله. دونك اليوم ما عنديش عيا في الكوزينه نوض نطيب ديريكت اي سي توب. الصالون خرب شويه ها شي خرب الحوايج هنا معلقين فوق الغادياتور صبابط في الارض. واش حبيت تدخل؟ لا لا شوف كيف يوسخ لي كاع الزجاج بفمو ولا بيغ لا بيغ لا بيغ سي غرفه الماكياج تاعي شوف كيفاش راهي يا ربي. والبيغو ثاني بون البيغو مازال ما عمرتو شوف فارغ شويه ما فيه والو مي مخرب اون توكا. هاد البيت هي اللي نقعد فيها البيس هاي قراف قراف مخربه. تعاوني الكلب تعاوني هاني نكركر في السيشوار علاش باش نديه ونطبق الحوايج. عندي هاد البول في الباج معش علاش اونطاشي وجاي صوف ما حبش نحكو بزاف. درت له هاد ديطاشون تاع لوغاج دوك نشوفو الا يصلح. هو مليح ما عرف نستعملو مي بارفوا ينحي لي كراف واعر بيان وبارفوا ما ينحيليش دونك جو سي با ترو جي با بيسي دي تيب دو تاش. الوغ انا كملت هنايا خملت تبرد جبت بوني هاد السروالي خليتو مازال لي هاد سلاده الحوايج نغسلها نحط هاد الحوايج يتغسلو و سي بون كون كملت الصالون ما فيهش كرون شوز. مانيش حابه نخدمو اليوم باسكو عجزت باسكو خلاص بدا يداهمني الوقت راهي بات تايم ازيت تالي توا النصف. نبدا نوجد لاباط تاع الخبز تاعي باش تطلع باسكو لازم تطلع تخمر و جو بريفير نخلي لها الوقت باش تجيني بنينه. جيت نحاول اسمو بوغتاب. شكون اللي كيما انا عنده ماشينه لافي في الكوزينه؟ قالت لك نور انا في الفيديو تاعها كي ديري كي ديري غسيل غابيل لازم ديري نص تاع لا كاباسيتي تاع لا ماشين راهي كنت كاع على بالي بهاد العفسه جامي سمعت بيها. انا رايح نسيها بصح ماشي اليوم باسكو
الغسيل يبغى لي حبه ندير ماشينه واحده عندي كي ديها باش نبدا طيب. ندير سائل الغسيل، سائل الغسيل المفضل ديالي هو هذا تاع اكل تاع صابون مارسيليا هايل. ندير منه زوج واشن ونخليها تدور لمده ساعه كامله. ما درتش هذه انا نخلط كلش باش ندير هادوما. هادوما تخلطوهم في لاماشين باش كي تخلطوا لي كولور ما وحده ما تدبغ على اختها ونسيت نديرهم ودرت لي بلون لي نوار. نشوفوا نشوفوا لا سيربريز كي يخرجوا من لاماشين لافي. نشوفوا لا سيربريز كابو يخرجوا لنا دي كولور جدد ما نعرف. خلينا نشوفوا عباكم ما فهمت. بعد بابا يشيل خميره تاع الخبز راح وجاب الخميره تاع الخبز نورمالمون. اي ما باباش حيت سمعت تلفزيون عليه. بابا وين درت الخميره؟ الخميره حطيتها في الكوزينه تما الشاجيك حل يا الكوزينه في الشومبره تاعي. حطيتها في شومبرتك باش ما كاش في الكوزينه. دوك نشوف صح. هاك في الشومبر تاعي ولا في سال دو بان؟ في سال دو بان الخميره. لا كيما دخلت بشوف الماما على بالها. رميتها فوق الفراش. لا سبتها صح. صح. يلا بسم الله نبداو في لاغوسيت تاعنا. الو كاس تحليب يكون دافي. كاس تحليب يكون دافي. علاش ما تقولوا لناش لي ميزيو؟ علاش تقولوا لنا كاس؟ وانا واش نعرف واش من كاس؟ واش من كاس استعمل مسيو صلاح الدين؟ نعم. ما تندموش عليهم نبداو ولا قلت لا ما طريقه تحضير العجين في ريسيبي نديرو كاس تحليب يكون دافي. كاس تحليب يكون دافي والله غير ما حق عليكم على بالكم نتوما اللي ديروا لي غوسات. بعدا خويا الناس ما تعرفش طيب كيما ينجحوا لي غوسات. كاس حليب يكون دافي. عندي الكاس. هاوليك الكاس تاع ام وليد. هو استعمل هذا الكاس. كاس حليب يكون دافي ماشي دافي. نعلبو هكا. ومن بعد قال كاس ممسوح تاع السكر. لا لا ملعقة أكل ممسوحة تجربهم ما تندموش عليهم نبداو ولا قلت لا ما طريقة تحضير العجين في ريسيبي نديرو كاس تحليب يكون دافي ملعقة أكل ممسوحة تاع سكر عادي. ولا حليب مغلي هذايا يا حيش سخنتو. قالك مغرفة ممسوحة تاع السكر عادية تفاليديو صح ونخلطو جيدا. ملعقة ممسوحة تاع خميرة الخبز، أربع ملاعق زيت، وقال لك ملعقة تاع المايزينا. ملعقة كبيرة هاد المرة صح. كملنا نتحصلوا على هالقوام. زيدوا مغريفة تاع الملح، بصح الملح هي محطوطة عليه الكاميرا صبروا. زيدوا مغريفة صغيرة تاع المليحة. نبقاو نديرو في الفرينة حتى تتلملنا لاباط. فوالا هاديك لاباط اللي تحصلت عليها. دوكا يفو بوندون دو مينوت انا نعجن فيها. اسكو على بالكم بلي ما نعرفش نعرك؟ هادي باغ كونت عرفتها تعييني فيا سيك ما نعرفش نعرك. اسكو راني نعرك مليح؟ والله ما على بالي. قولوا لي في لي كومونتير. وقيل عرفتها مليح وليت خفيفة هاك دير. إيه انا من حال ما نعرفهاش 3 دقايق واقيلا نزيد تحمست عجبني الحال. انتهى. دوكا نحطوها هنايا فوالا اني فيلميتها نحطها باش تخمر ونطوندو لاباط تاعي تخمر. نروح نفرغ لا ماشينه لافي تاعي باسكو سونات. الدجاج عندك واحد ندير به لافاكس تاع الخبز وزوج نطيبهم لكلابكم دابيتود ونميكسيهم نحطهم في باطا. وهذه دوك نطيبها وندير بها لافاكس. هاي هي الطيبه بيتي فو نطلقوا عليها. ودوكا نروحو نطلعو الخبز ديالنا. واو ولا خوجا منو صح. دوكا ندو لاباط تاعنا نديروها اون تريبلون هكا ونديروها دي بوتيت بول تاع 75 غرام ونخلوهم 15 مينوت يعاودوا يطلعوا باش ما يتقلصوش كي نحلوهم. وندخلو نطيبو لافاس. بابا روح شوف لاباطا تاعي شحال شابه. تاع الخبز تاعي شحال شابه. شوف كي تخمرها بابا خمرات ولات هاك كبيره مليحه. شمها هذا فلوتي لازم فيها 75 غرام.
خلاص دوكا نخلوهم هكا بوندون 15 مينوت ونروحو نطيبو الحشوه. غوسيت على مايونيز ولا فينيغ؟ ايه هاد السما لازم يمد لكم لا غوسيت على فينيغريت ماجيك. ايه على مايونيز ماجيك. ايه ولا فينيغريت ثاني حاجه طوب. ماجيك؟ اه وي لا فينيغريت ماجيك. اوكي. فيهم. خلاص دوكا انا نخلي في دجاج في بصلي دوك ندير له دجاجي لداخل ولي زيبيس ومن بعد ندير له فرماج مايونيز. واش الفرماج حبيبتي؟ واش جبت كاع؟ الكويار. واسمو؟ كويار. الزمر. واسمو الزمر. شهدات بودا. كويار بابا غيرك. بابا ماشي كويار. كويار. ها ولي تاع لي سوري. كويار وهذا وشنو؟ شهدار. شهدار. ولا كاين البلو هذاك موزاريلا. ها موزاريلا لا لا خلاص ندير انايا. انت هنا العام اللي فات العام زين بيه. بابا يموت على الحوت يموت على الفخوي دماغ البريك والبوركة البريك ايه ليه ما تنديروا البريك البريك ثاني منها ميليسا شاين دير تراجع روح شوفها روح عسها روح بزنس بيبي عسها هاي ايه تبغاها نضيفوا الفرماج من الفوق ومن بعد نسييو شي نسييو لازم وبليجي نغلقوهم فوالا من بعد كي نغلقهم كيفاش الحكاية شوفوني نطيب ونهضر مع زهرة من دبي غوز ديديكاز لزهرة فام شوكولا من ديريكتور دبي معايا ندير في الخبز انا دورتها بالتليفون باسكو لا كاميرا طفات لي هاي وراهي الوغ شوفو هامليك لا بروميير درتها هكا جات هايلة يا ويطيب وفي الفوخ 220 باش ما يتحرقش طيب ما كتعلك ميكسيتها هاي ليك غا تشوف فرماج هذا سي لي بات لازم نمسح ال ديو توب شوف لا بنان توب بنان ترو ترو بون فريمون فاليدي ونزل ملي تعجبك هاي ليك هذيك لوف تاع الحجره درتها ميموزا الشوربه ودوزيام بلا وصحتكم وهذه صحفتكم ils sont vraiment bons validés je vous conseille de les avoir vraiment bien